وأما الأحاديث التي توجب على كل مسلم محبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فكثيرة وصريحة في الدلالة على فرض هذه المحبة، منها ما رواه الإمام البخاري ورواه الإمام مسلم أيضا عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وآله وسلم: لا يؤمن أحدكم، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. أحب إليه من والده أي الأب والأم، وولده أي أبناؤه والناس أجمعين. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. فجمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم تحت هذا اللفظ القليل معاني كثيرة، إذ المحبة ثلاثة: محبة إجلال وإعظام كمحبة الوالد أي الأب، ومحبة رحمة وشفقة كمحبة الولد أي الأبناء، ومحبة مشاكلة واستحسان كمحبة سائر الناس بعضهم بعضا. فجمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك كله في محبته. قال الحافظ ابن حجر: والمراد بالمحبة هنا حب الاختيار لا حب الطبع، أي أن يحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم اختيارا. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: فوالذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده. رواه البخاري. يعني الوالد يعني الـ 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 الأباء وما علوا، يعني الأب والجد يعني أصول الإنسان، وولده ابنه ابن ابنه اللي فروع له فروع الإنسان. وعن عبد الله بن هشام قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب، فقال له عمر: يا رسول الله، لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. يعني أنت أحب إلي إيه من كل شيء إلا نفسي. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا، والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال له عمر: فإنه الآن والله لأنت أحب إلي من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الآن يا عمر. رواه البخاري. الآن. فقال الحافظ ابن حجر: قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا، والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك، أي لا يكفي ذلك لبلوغ الرتبة العليا حتى يضاف إليه ما ذكر، يعني يضاف إلى هذا أن تكون محبة النبي صلى الله عليه وسلم في قلبك أحب إليك من نفسك. وعن بعض الزهاد أن تقدير الكلام لا تصدق في حبي حتى تؤثر رضاي على هواك وإن كان فيه الهلاك. وقال أيضا: فجواب عمر أولا كان بحسب الطبع، يعني بحسب طبعه لا بحسب اختياره، ثم تأمل فعرف بالاستدلال أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحب إليه من نفسه لكونه السبب في نجاتها من المهلكات في الدنيا والآخرة، فأخبر بما اقتضاه الاختيار. ولهذا حصل الجواب بقوله: الآن يا عمر، أي الآن عرفت فنطقت بما يجب. إذن كل هذه الآيات والأحاديث السابقة تدل على أن محبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فريضة لازمة وعبادة عظيمة من أجل العبادات التي يتقرب بها المسلم إلى ربه. وقد ذكر العلماء أن محبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم على ضربين: أحدهما فرض، وهي المحبة التي تقتضي الإيمان بنبوته وبعثته وتلقي ما جاء به بالمحبة والقبول والرضا والتسليم. والنوع الثاني محبة مندوبة، وهي المحبة التي تقتضي تقصي أحوال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومتابعة سنته والحرص على التزام أقواله وأفعاله قدر المستطاع والجهد والطاقة.